مبادرة مساحتك اجت لحتى تلبي احتياج محلي موجود. كمسؤولة مكتب التنمية المحلية ببلدية راس المطن بشوف هيدا الاحتياج عند كتير من الشباب والشابات اللي عم يتعلموا بالمدارس بالثانويات وبالجامعات، وايضا عند رواد اعمال مبتدئين ما عندهم هيدي البنى التحتية من اللابتوب للانترنت للكهرباء ليقدروا يشتغلوا. تعاونت مع ربا بخبرتي بكتابة مشاريع، وان الله راد التعاون قائم بخبرتي كمدربة ومستشارة إدارية لنقدم دورات تدريبية بشكل مجاني لكل حدا بحاجة لبناء قدراته. دوراتنا التدريبية ما رح تكون بمرحلة متقدمة، رح تكون بمرحلة مبتدئة، يعني الأشخاص اللي ما عندهم ألمام وخبرة بهيدا الموضوع رح يقدروا يحصلوا على الخبرة والتطبيق هيدا الموضوع، وأيضا رح يكونوا عم يشتغلوا على مستويات ليتقدموا أكثر وأكثر بمجالات. رح نبلش بالمجالات الرقمية وورد وإكسل وباوربوينت، رح نحكي عن السيرة الذاتية وكيف بنعمل انترفيوز للمقابلة الوظيفية، وأيضا رح يكون عم نحكي عن الأمن السيبراني والسايبر سيكيورتي بظل هيدا التعرض الدائم للإنترنت والولوج للإنترنت وللعالم الخارجي. لابد وأنه نضوي ونوعي على موضوع السايبر سيكيورتي.